بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتورة سمر إبراهيم، استشاري الرعاية المركزة. هشرح مع حضراتكم مادة الـ Principles of ICU، مبادئ الرعاية المركزة. وأنا النهاردة هشرح بإذن الله شابتر 6. شابتر 6 بعنوان Assessment of the Critical Ill Patients، معناها تقييم مريض الرعاية المركزة. تقييم مريض الرعاية المركزة، أنا ببدأ أقيم مريضي عشان أبدأ أحط خطة علاجية لهذا المريض. عملية التقييم دي من الحاجات الأساسية في كل برانش، مش مجرد في الطب بس. أكيد أنا مثلا كمهندس عشان أبني بيت لازم أقيم الأرض، لازم أقيم وهكذا. هعمل مثلا مدرسة لازم أقيم عدد الأطفال، هعمل كم فصل، كم احتياجاتنا وهكذا. يبقى إذا في عملية التقييم في حد ذاتها هي من المبادئ الأساسية في كل البرانشات مش بس في الطب. حتى ايفن انا لو حتى بشتغل اي شغلانه لازم اعمل لها تقييم قبل ما اعمل. المحامي لازم يقيم الوضع بتاع الانسان اللي هيدافع عنه ويقيم كل الشواهد عشان يبدا يحط مبدا ويبدا يدافع عنه. احنا عندنا التقييم بتاع العيانين في الرعايه المركزه، العنوان اسمه تقييم البيشنت والفاميلي. يعني انا بقيم، مش بقيم بس العيان، انا بقيم اسرته كمان، خاصة ان عيانين الرعاية المركزة الفاميلي معاهم، الفاميلي بيشتركوا معانا في العلاج، لان هما طبعا جزء من الديسيجن ميكر. لان زي ما قلت لحضراتكم اهي انت فاميلي بقيم الاهالي. ليه بقيم الاهل بتاع العيانين؟ لان الاهالي هما جزء من الديسيجن ميكر بتوع العيان، على عكس الاقسام التانية. الاقسام التانية بيبقى العيان فايق وبيبدا ياخد قرار بنفسه ولنفسه. يعني قسم البطن بيبقى عيانين فايقين، النساء عيانين فايقين، الجراحة الناس عيانين فايقين وهكذا. لكن معظم عيانين الرعاية اللي بياخدوا القرار هما الفاميليز بتاعتهم. فبالتالي اذا فتقييم العيان هو ليس يعتمد على تقييم العيان بس، ولكن يعتمد كمان على تقييم العيان. التقييم العيانين يمر بكذا مرحله. البري ارايفل، الارقام اللي انا كاتباها دي هي الارقام اللي مقصود بيها، اللي مقصود بيها مش مقصود بيها ترقيم الكتاب قد ما هو مقصود بيها ترقيم البي دي اف اللي هو برنامج البي دي اف. يعني صفحه 64 هو ترقيم البي دي اف مش ترقيم الكتاب. البري ارايفل هو تقييم المريض قبل ما ادخله، قبل ما ادخله هو ازاي اقيم عين قبل ما ادخله. بمعنى انا اتصلت بيا طوارئ الوزاره قالت لي انا هجيب لك عيان في حاله فشل كلوي، يبقى انا تقييمي كده ان ده عيان في حاله فشل كلوي، اذا فانا هضطر ان انا هجيب له سرير، والسرير ده هلحق بيه جهاز غسيل كلوي. يبقى هنا تقييمي لهذا، غير لما تقول لي مثلا انا عايز، انت عندك عيان نزيف المخ، فانا تقييمي لعيان النزيف المخ اذا فانا محتاج جراحه مخ واعصاب معايا، هبدا اتصل بالدكتور الجراح واقول له خلي بالك ده في حاله نزيف ممكن تتفتح وهكذا. يبقى البري ارايفل ده مهم، ليه؟ بحيث ان لما العيان يجي ابدا ان انا يجي الاقي نفسه متقيم ومجهز. لو مثلا طوارئ الوزاره كلمتني انا هجيب لك عيان فشل في التنفس، يبقى انا تقييمي كده فشل في التنفس، محتاج لجهاز تنفس صناعي، ابدا احط جنب السرير جهاز تنفس صناعي. عيان فشل كلوي، ابدا احط جنب السرير مكنه غسيل. اذا فالبري ارايفل، البري ارايفل اسسمنت ده مهم جدا في التقييم. الادميشن، الادميشن بقصد بيه ان انا بحط البيز لاين اللي العيان بيخش بيه. خلاص اول ما العيان بيدخل معايا ببدا ان انا احط، ابدا ان انا اقيمه تقييم سريع كده اللي هو على الادميشن، بتاكد منه هل البارامترز بتاعتي صح ولا غلط. الكويك تشيست بعرف بيه البيز لاين، البيز لاين اللي هو الاساسي اللي هو الليفل اللي العيان كان عليه قبل ما يعيا، او الليفل اللي العيان كان عليه دلوقتي عشان اعرف انا بتحسن ولا مش بتحسن. على فكره يا جماعه اللي هو فيه غلطه مطبعيه، الكويك تشيست او الكويك تشيست اللي هو جاست فور بريكس هو والكومبرهنسيف ادميشن، هما الاثنين نفس المعنى وهتلاقيهم مشروحين في صفحه 50. بس ال 50 العداد بتاع البي دي اف مش العداد بتاع الكتاب. اخر حاجه الانجوينج اسيسمنت، والانجوينج اسيسمنت مقصود بيه تقييم العيان في حاله الامرجنسي، بمعنى او في حاله حاجه فجائيه حصل، عيان حصلت له حاجه معينه انا مش متوقعاها، عيان مثلا داخل عنده جلطه في القلب وماشي في سكه القلب وبياخد علاج القلب، مره واحده بصيت لقيت عنده وظائف الكلى بتتدهور، ايه ده؟ ايه اللي جاب، ايه اللي خلى الكلى بتاعته تتدهور؟ انا مش متوقعه ان هو يحصل له حاجه في الكلى. فببدا اعمل حاجه اسمها الانجوينج اسيسمنت، يعني تقييم كده عشان اقيم حاجه انا مش متوقعاها. او لما العيان يجي يخرج، العيان انا الحمد لله انا حاسه ان هو كويس وانا هقطع هخرجه من الرعايه، او هخرجه من الرعايه المركزه على الرعايه المتوسطه، فانا بالتالي لازم اقيم حالته عشان اعرف هيخرج ولا مش هيخرج. يبقى اذا في مرحله تقييم العيان اربع مراحل: البري ارايفل قبل ما يدخل، الادميشن اول ما يدخل ببدا اقيمه، الكويك تشيست هي الكومبرهنسيف
الاثنين دول يا جماعه الكويك تشيست هم يعني نمبر 3 ونمبر 4 نفس الكلام، هم المفروض تبقى هي كلها نمبر 3، هما الاثنين نفس المعنى. والانجوينج اسيسمنت اللي هو لما بتحصل عندي حاجه فجائيه. الارقام دي يا جماعه بليز دي الارقام بتاعه البي دي اف. طيب البري ارايفل اسيسمنت from the initial health care، من اللي هم الهيلث كير الاساسيين. بالنسبه لي انا طوارئ الوزاره، بالنسبه لي انا دكتور في العياده بيتصل بيا يقول لي خلي بالك ده انا هحول لك عيان قلب عنده وعنده وعنده، يبقى هنا from the initial health care. anticipating the patient's need، ان انا بتوقع احتياجات العيان، زي ما قلت لحضرتك لو انا حد من طوارئ الوزاره انا جايب لك عيان فشل في وظائف التنفس، يبقى العيان ده محتاج جهاز تنفس صناعي، هبدا احط جهاز التنفس جنب السرير. جايب لك عيان فشل في الكلى، هجي ابدا احط مكنه الغسيل جنب السرير. يبقى ابتدي هنا عشان ان الهدف منها ان انا anticipating، ان انا اتوقع البيشنت نيد احتياجات العيان. and appropriate resource، appropriate resource اللي هي المصادر اللي عندي. ده عيان ممكن يحتاج الدواء الفلاني والدواء العلاني، هل الادويه بتي بتاعتي ولا مش معندي ولا مش معايا، ولو مش معايا ابدا احاول ان انا اوفرها. يبقى اذا فالتقييم بحيث لما العيان يدخل تبقى كل الحاجات مجهزه اليه. تاني حاجة and to prepare the environment، عشان اجهز له البيئة اللي هيقعد فيها. عيان مثلا عيان جاي في غيبوبة، يبقى انا احط له سرير، لا ده انا احط على سرير مرتبة هوائية. خلي بالك انا عايزة سرير بمرتبة عشان عيان ده في غيبوبة والمرتبة الهوائية هتبدأ تقلبه، يبقى انا هنا to prepare the environment. الكويك ادميشن، الكويك ادميشن المقصود به الكويك ادميشن المقصود به اللي هو الادميشن كويك تشيست، المقصود بيها تقييم العيان عند الدخول اللي هو immediately upon arrive، اول ما بيدخل، based on parameters presented by the patient، معتمدة على الحاجات اللي قدامي بتاعت العيان. بمعنى انا قيمت العيان اول ما دخل لقيت ضغطه عالي، يبقى العيان ده احتمال يكون عنده ضغط. قبل ما اسال اهله لو سمحت هو عنده ضغط ولا لا، ممكن تكون ضغطه عالي لسبب ما وهو اصلا ما عندهوش ضغط. قيمته لقيت سكره عالي جدا، انا مش عارف هو عنده سكر ولا ما عندوش سكر، ما حدش من الاهل قال لي هو عنده سكر ولا ما عندوش سكر، بس انا لقيت سكره عالي. يبقى مش ضروري، يبقى هنا بتعتمد على البارامترز بريزنتيشن، يعني الحاجات اللي العيان جاي بيها، فاكتب كده في الورق بتاعي ان العيان ده عنده سكر بغض النظر اهله قالوا لا ده ما عندوش سكر ولا اي حاجه. برضو الحاجات بتاعتنا اللي هي الاي بي سي دي، التقييمات العاديه الاي بي سي دي بتاعتنا العاديه جدا. واحنا طبعا عارفين الاي بي سي دي، الاي اللي هي الارواي، البي البريزنج، السي السيركيوليشن، الدي الدراج والدياجنوستيك تيست، هو كان بياخد ادويه ايه قبل ما يجي، والدياجنوستيك تيست هو عمل تحليل ايه قبل ما تيجي. الاكويبمنت الاجهزه. الانجوينج اسيسمنت مقصود بيها البيز لاين كومبريهنسيف اسيسمنت، اللي انا قلت لحضراتكم بيها انا بعرف بيها البيز لاين بتاعه العيان اللي هي حالته الاساسيه بتاعته. يبقى هنا اهو ده جدول كده، الجدول ده مهم، ده سمري. البري ارايفر اهو، البري ارايفر هو نفس الكلام اللي انا قلته لحضراتكم بس عاملينه في جدول. برضو الاي بي سي دي. طيب فانكشننج اوف ذا اول فيت سيت اكويبمنت، ان انا برضو لازم اتاكد قبل العيان لما يجي ان انا اتاكد ان كل الاجهزه اللي جنب العيان شغاله، خلاص ان انا احضر اجهزه شغاله. The standard monitor equipment list، الحاجات الأجهزة الستاندرد اللي أنا لازم أحطها جنب العيان on admission، أول ما العيان يدخل إيه هي الأجهزة اللي لا غنى عنها لكل عيان بغض النظر حالته إيه. بمعنى عيان كلى، عيان كبد، عيان بطنة، عيان جراحة، لازم الأجهزة دي تبقى موجودة جنبه بغض النظر عن الحالة. ECG جهاز رسم قلب، لازم الحاجات دي تبقى موجودة on admission. on admission يعني في التقييم بتاعي عند كل عيان، لازم يبقى جنب العيان سرير العيان on admission عندما يدخل جهاز رسم قلب. بلاد بريشر، جهاز ضغط، بلس اوكسيمتر، جهاز يقيس نسبه الاكسجين في الدم، ساكشن، جهاز تشفيط، باك فالف ماسك اللي هو الامبو باج عشان لو حصل مشكله في التنفس، انفيوجن بامب اللي هو المضخات الكهربائيه والسرنجات، كل الحاجات دي لازم تبقى موجوده جنب كل العيان اون ادميشن بغض النظر هو داخل بحاله ايه. يبقى احنا هنا عرفنا ايه هي الاجهزه اللي مطلوب ان هي تبقى موجوده جنب كل عيان اون ادميشن بغض النظر على حالته. الاي سي جي، رسم الاي سي جي لازم يكون موجود جنب عيان، عيان جراحه، عيان بطنه، عيان نسا، عيان نسا، عيان مسالك، عيان اي حاجه لازم يبقى موجود جنبه الاي سي جي. خلاص الحاجات دي اساسيات يا جماعه جنب كل عيانين. البالس الاوكسيمتر موجود جنب كل عيان، السكشن جهاز التشفيط جنب كل عيان بغض النظر عن الحالات، مفيش عيان بيدخل لما الحاجات دي يكون موجود منها. اخر ادميشن كويك تشيست اسيسمنت، يعني انا العيان دخل
خلاص بقى حطيت الاساسيات، هبدا اعمل كويك تشيست ادور على حاجات تانية ممكن العيان بيحتاجها. From the moment of the patient arrivals in the intensive care ببدا اعمل اعاده تقييم ليه تاني غير الادميشن عشان اشوف يمكن ممكن يحتاج حاجات تانية بلس الحاجات اللي انا حطاها. معنى مثلا عيان عيان عظم ومكسور ومتكسر وكل حاجه، انا حطيت الاساسيات بتاعته وجبت له دكتور العظم فقال لي ده احنا عايزين مثلا شده، يبقى انا محتاجه جهاز شده يشد الكسر بتاع رجله. يبقى الحاجات دي اللي انا كويك تشيست اسسمنت بعد ما العيان بيدخل وبعد ما العيان بيحصل له ادميشن بعمل له كويك تشيست اعرف منه البيز لاين. بعيد تاني نفس البارامترز بتاعت التقييم، الاير واي، الاير واي اللي هي الممرات الهوائيه، البيتنسي مفتوحه ولا لا، لو في مش مفتوحه طب اعمل ايه يا جماعه. ذا اير واي كومبوزد دو ذا اذا اف ذا اير واي از كومبرومايز دو ذا فولوينج، لو انا لقيت مشاكل في الممرات الهوائيه هيد تيلت اند تشين ليفت، ابدا ان انا ابدا ارفع راسه وهنشوفها اكيد في العملي، هي حركه معينه بشوفها في العملي عشان افتح الممرات الهوائيه. لو لقيت ريموف البلاد كلوتس والفورين بوديز، لو لقيت جوه بقه مثلا دم تراب حاجات فوميتس اثار ترجيع ابدا اعينها، ابدا اعمل له ساكشن، اركب له انتراكيال تيوب، اركب له انبوبه حنجريه، الحاجات دي كلها بتفتح الاير واي. هي نفس الاعاده يا جماعه بتاعت الاي بي سي بتاعت الاسسمنت تاني هي. اذا في ادميشن كويك تشيست اسسمنت هيها نفس البارامترز بتاعت هي الكويك تشيست اسسمنت هيها نفس البارامترز. وهنبدا بقى نفسر كل واحده، الارواي ازاي نتشيك عليها، السيركيوليشن ازاي نتشيك عليه، نبص على البلس بتاع العيان، نبص على البريفرال بيرفيوجن هل في دم واصل للبريفري كويسه ولا لا، البيرفيوجن، السكين كلر اللون الجلد ايه، مزرق عشان بيقول في دم مش كويس واصل له، الجلد لونه مصفر، الجلد التمبريتشر درجه الحراره، كابيلاري ريفيل، الليفل اوف كونشس درجه وعي العيان، كل الحاجات دي المفروض ان انا بتشيك عليها بعد كده بعد دخول العيان بتاعي. وبعد كده الدراجز ابدا اعرف الدراجز والدياجنوزز، ابدا اسال الاهل هو كان ماشي على ادويه ايه، يقولوا لي مثلا والله ده كان ماشي على اسبرين كل يوم الصبح قرصين اعرف ايه ده عشان السيوله، او ماشي على ادويه عشان تنظم ضربات القلب يبقى انا اتوقع ان العيان ده عنده مشاكل في القلب بتاعه، كان ماشي مثلا على برشام سكر يبقى انا عارف ان العيان ده عنده سكر وماشي على برشام وهكذا. يبقى هنا الادميشن كويك تشيست دي الحاجات دي كلها بتهمني لما العيان وهو داخل برضو بتهمني ان اسسمنت. طيب ايه هي الكومن دياجنوستيك تيست اللي انا ديورنج ادميشن اللي انا بحب اعملها، اعرف الالكترولايتس، الجلوكوز، البلاد بريشر، البلاد كاونت، دي المعامل الرئيسيه اللي اي عيان هو داخل بسحبها. حتى انا بقول للتمريض كده في طالع عيان دلوقتي نسحب له معامل رئيسيه، هي فاهمه نسحب له معامل رئيسيه معناها اللي هي الحاجات الرئيسيه اللي بحسبها بسحبها لكل العيان وهو داخل بغض النظر عن الحاله بتاعته. الاكويبمنت اللي هي الاجهزه، العين هو داخل اتاكد من الاجهزه شغاله. الفاميلي نيدز اسسمنت، الفاميلي نيدز اسسمنت ازاي يا جماعه؟ ابدا ان انا كمان طبعا هنا في مصر بتختلف نظره العيانين للاهالي، اهالي العيانين للعيانين، بمعنى في عيانين بيجيبوا اهلهم الرعايه المركزه عشان نفسهم يخف، عشان نفسهم يبقوا خلاص هيموت على العيان كده وكل يوم يسالوا ومستعدين نعمل له اي تحاليل طب ننقله حته تانيه. في عيانين بيجيبوا، في اهالي بيجيبوا العيانين بتوعهم الرعايه المركزه من باب ان هم يريحوا ضميرهم، ادينا حطيناه في الرعايه المركزه وخلاص. يبقى هنا اهو انا ابدا ان انا اقيم العيانين، اهالي العيانين نفسهم الرياليستيك هوب، ايه هي الامنيات الحقيقيه بتاعتهم. انا بشوف والله اهالي بيجيبوا العيانين بتوعهم هيموتوا عليهم، يا دكتور اعمل ايه؟ طب ممكن نجيب له حاجه من بره، طب ممكن ننقله مستشفى ثانيه، طب لو في حاجه بتروجونا في اي وقت، طب في اهالي بيرموا العيال في الرعايه وبينسوه خالص، ما بيتصوش بيه خالص واحنا اللي بنقعد نتصل بيهم تعالوا اعملوا وتعالوا سوا. يبقى انا لازم ان انا قايم الاهل بتاع العيانين ان انا اعمل لهم كويك تشيست رياليستيك هوب، ايه امانيهم الحقيقيه، الاونست انسر، ابدا اسالهم اسئله واقعيه، الري اشورنس، ابدا ان انا اعمل لهم ري اشورنس ان انا اعمل لهم نوع من السبورتيف والحاجات دي كلها. بعد كده الاهالي نفسهم ان انا كوميونيكيشن ستايل ان انا احترم لغه الكوميونيكيشن، الانكزايتي، الفاميلي رولز اللي هي القواعد الاسريه،
في ناس مثلا بتعتقد فيهم مبادئ معينه في الاسره بتحكم تقييمهم الكوبينج ويز ميكانيزم اند ريسورس. ازاي اهم حاجه يا جماعه ريسورس، الريسورس دي اللي هي اللي هي الحالة المادية بتاعت العيان. What do they do? Social network and support. ليه يا جماعة what do they do? Social network بتفرق معايا جدا 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 جدا. في ناس انا مجرد ما اقيم الاهل بلاقي ان الاهل مثلا مستواهم الاقتصادي وحش جدا، احس كده ان الاهل دول يعني غلبانين جدا، ببدأ ان انا لو انا في حاجه ناقصه للعيان ده ما احبش ان انا اعرضها عليهم، اقول لهم لا يا جماعه بلاش نطلب من اهلهم حاجه، لو في حاجه ناقصه في المستشفى احنا نحاول نجيبها احنا بينا وبين بعضنا عشان هما شكلهم ناس غريبه and so on. يعني هي مش عمليه استغلال، بس انا مجرد ان الطبيب برضو هو حكيم، يعني بيبقى باين على الاهالي مثلا ناس غلابه قوي، فلو في حاجه انا احتجتها اقول لهم لا بلاش ترهقوا الاهالي بالطلبات، مثلا هنحاول الحاجات دي احنا نجمع بيننا وبين بعضنا ونجيبها، نحاول ان احنا نشوف بدائل وهكذا. يبقى الكوبينج ميكانيزم ازاي بيتعاملوا مع المشاكل واند الريسورسز بتاعتهم، هم بيعملوا ايه العلاقات وايه العلاقات الاجتماعيه بتاعتهم والحاجات دي كلها. كل تقييم العيان بالنسبه لي وتقييم الاهالي من الحاجات المهمه جدا. طيب الكومبريهنسيف اسسمنت ادميشنز اللي هو رقم 3 من الاسسمنت اللي انا كنت قلت لحضراتكم، ان انا بعرف ديتيرماين ذا فيسيولوجيك اند سايكولوجيك بيز لاين اوف لايف، ان انا بعرف العيان ده واقف عند انهي مرحله، بمعنى العيان ده عنده القلب مرحله 2 اديته علاج والله العيان بقى مرحله 3 اذا فالعيان بيسوء، العيان بدا نازل لمرحله 1 اذا فالعيان بيتحسن. يبقى هنا لما اعرف البيز لاين بتاع العيان اللي هو اسمه الكومبريهنسيف اسسمنت، المقصود بها ان انا اعرف البيز لاين، البيز لاين العيان داخل مثلا درجه وعيه درجه وعيه 5 على 15 في الجلاس كوكوما سكيل، اديته علاج واديته العيان بقى 7 يبقى العيان بدا يفوق مني، 8 بقى يفوق مني، 10 بقى العيان بيفوق، 15 لا العيان ده بقى فايق خالص. طب هو داخل ده يبقى انا ليه؟ عشان انا عارفه البيز لاين اللي بقدر اقول ده زاد عليه او قل عليه. العيان كان 7 ثاني يوم لقيته بقى 4، لا ده العيان بدا درجه الوعي بتاعته بتفرق معايا جدا. يبقى الادميشن بتاع البيز لاين ده هو اللي هيحكمني، يعني لو ديتيرماين البيز لاين هو اللي هيحكمني انا ماشي صح ولا انا مش ماشي صح. الجدول ده يا جماعه ده سامري اوف ذا كومبريهنسيف اسسمنت، نفس الكلام اللي انا قلته لحضراتكم بس هو سمرايزد تاني في الجدول، هو نفس الكلام، هو الشابتر ده بيشرح لك النظر وبعدين بيحاول يجمعه لك تاني في جدول للعيانين لهذا العيان. وبعد كده suggested question for review the past history، ابدا اخد الباست هيستوري بتاع العيان، ابدا ابص على النيرفوس سيستم، الباست هيستوري بتاع النيرفوس سيستم، الباست هيستوري بتاع الكارديوفاسكولار سيستم، بتاع الريسبيراتوري سيستم، كل دي اسئله ببدا اقيم بيها جميع اجهزه الجسم، مش مجرد ان هو عيان قلب ابدا اتوقع اسال على اسئله الكارديوفاسكولار سيستم واعمل باقي الاجهزه باقي الاجهزه الرينال الريسبيراتوري الحاجات دي كلها، لا انا لازم ان انا اسس كل الاجهزه بتاعت العيان، مش اسس جهاز واحد بس. العيان مثلا داخل لي بغيبوبه السكر خلاص، يبقى انا ما اقعدش اقرب اتكلم على الهيستوري بتاع السكر بتاعه، لا ده انا لازم اتكلم على كل حاجه. طب واخبار الكلى بتاعته ايه؟ طب اخبار النفس بتاعه ايه؟ طب اخبار جلده هو جاله قرح فراش ولا ما جالوش؟ وعيه العيان كان بيخش في غيبوبه ولا بيخش في غيبوبه؟ انا لازم ان انا اسس كل اجهزه الجسم، مش مجرد الجهاز اللي العيان داخل لي بيشتكي منه او الحاجه اللي العيان بيريليتد ليها بس في الشكوى. اخر حاجه طبعا ديت الباست هيستوري، كل دي الحاجات الباست هيستوري لو خد عيان اونست لو كان عنده مشكله الاونست اعرف المشكله دي حصلت امتى، اللوكيشن ايدنتيفيكيشن اوف ذا سيمتومز اي سيمتوم انا لقيتها العيان اعرف الاونست اعرف ان هي حصلت امتى، اللوكيشن لو العيان بتاعها مكان مثلا العيان بيشتكي لي من تشست بين اقول له مثلا اونست هاو اند اندر وات سيركمستانس تو بيجين، يعني ايه هي الظروف اللي بتخلي العرض ده يظهر، يعني مثلا هل الالم اللي في صدرك ده بيجي لما بتعمل مجهود، يبقى ده السيركمستانس اللي انا بسال عليه. اللوكيشن مكان الالم وير ات داز وير از ات اند داز ات ستاي، يعني اقول له هي بتبدا في مكانها فين وبتقعد فين، الفريكوانسي يعني بتيجي كم مره، الكواليتي بيبقى شكل الالم ازاي جامد قوي ولا الكواليتي، هل نوع الالم نوع الالم اوصف لي الالم شكله ازاي، دال شارب بيرنينج انتنستي قوه الالم، الكوانتيتي هاو داز ات لونج الالم بيقعد قد ايه، يبقى ده هو ده تبع الاسسمنت كل كومبلين
انا بهتم بيها في العيان. كل الحاجات دي يا جماعه تبع الاسسمنت بتاعت العيان بتاعي. هاخد من برضو من العيان السوشيال هيستوري، السوشيال هيستوري البادي سيستم، زي ما انا قلت لحضراتكم ان انا اعرف كل اجزاء جسمه. البين، البين ابدا اسس العيان ده في قلب بيتالم ولا ما بيتالمش، عشان لازم ان انا من حق، احنا خدنا البيشنت رايت من حقوق العيان، العيان من حقه انه نعالج له البين. هل العيان ده بيتالم ولا ما بيتالمش؟ وهل لينك تو ايتش بودي سيستم، يعني هل في الم في كل عضو ولا لا؟ مثلا في الم في صدره، مثلا في الم في جنبه يبقى الم في الكلى، مثلا في الم في رقبه يبقى عنده الم في المفاصل، ممكن يكون عنده امراض مناعيه. يبقى هنا اهو الالم، كلمه الالم مش اقول له بقول لك ايه يا حاج في حته بتوجعك ولا لا وهاتي مسكن يا بنتي وعلقيه، لا ده لازم اقول له كل الم فين، انا الحته دي وجعاني يا دكتور فين يا دكتور. جنابي يبقى عنده، ممكن يكون عنده مشكله في الكلى. صدري ممكن يكون عنده مشكله في القلب. مثلا ايدي ورجلي ومفاصل ايدي، ممكن يكون عنده مرض مناعي فهو جايب له التهاب في المفاصل. يبقى مش مجرد انا بس اسسمنت للبين، لا ده انا لازم اعرف الالم ده لينكد اربطه بكل بادي سيستم. الالم اللي مثلا اللي في عينيا ممكن اربطه ان ممكن يكون جاي من دماغه، جاي من مخ عند سقم. هبدا كومبرمايز النيرفس سيستم. واهم حاجه يا جماعه في النيرفس سيستم، اول حاجه ال او سي اللي هو الكونشس ليفل، اللي هو كونشس ليفل عن طريق الجلاستوكوما سكيل. ابدا اسس البيوبل سايز. هي بصراحه درس الاسسمنت ده ما هو الا درس الكلينيكال، يعني حضراتكم لما هتنزلوا الكلينيكال في المستشفيات هتعرفوا الاسسمنت اللي هو ازاي بنكتب الشيت بتاع العيان. هو الدرس ده الاسسمنت، يعني ازاي بنكتب الشيت العيان. هتلاقوا الشيت بتاع العيان بتاع الرعايه فيه كل الاجهزه، كل حاجه انا بقدر ان انا اخدها وبدا اسسمنت بيها. ابدا اسس كرينيال نيرف، دراب توكسيستي بياخد ادويه ولا لا، ليفلز، واهم حاجه دراب توكسيستي ليفلز، لان كتير قوي في الرعايه بيجي لنا عيانين في غيبوبه نتيجه تعاطي كميه ادويه بكميات كبيره بغرض الانتحار او بغرض الادمان او هكذا. يعني مثلا حد مدمن خد كميه مخدر بنسبه عاليه، او حد مثلا حب ينتحر فخد دواء القلب بكميات كبيره. فبالتالي من اهم الاسسمنت كمان ان انا لازم احسب نسب الادويه اللي في الدم، يعني في ناس بتبقى عندهم نسبه دم. بعد كده الكارديو فاسكولار سيستم هيأسس البالس، هيأسس الكاردياك انزيمز اللي هي انزيمات القلب عشان اعرف فيه جلطات ولا لا. الاي سي جي زي ما انا قلت لحضرتك من البرايمري اللي لازم تبقى موجوده في الادميشنز، و السايد واللوكيشن اوف ذا انتنسيف مونيتورنج لاينز. هنقول كمان الانتنسيف كير اللاينز بتاعت العيان سواء كانت ارتيريال لاين او فينوس لاين، حاجات لازم اسسمنت. الاسس ريسبيراتوري سيستم، حاله الاكسجينيشن، حاله تشبع الدم، يا ترى الساتوريشن بتاعه كام، الفنتليشن عندي ياخد نفس كويس ولا لا، تشيست وول موفمنت التشيست بتاعه بيتحرك بشكل طبيعي ولا لا. بعد كده حتى ايفن لو انا هبدا ان انا احطه على جهاز تنفس صناعي لازم اختار السايز والستيوب، حجم الانبوبه صح، الفنتليتور مودز لازم ان انا احط كمان المود بتاع جهاز التنفس الصناعي صح، ما احطوش على اي مود وخلاص. ابدا اسس الرينال سيستم، اليوناري كاركترستكس، الالكترولايت، حاله الاملاح في الدم، اليورين اوتبوت، كميه البول اللي بيخرجها، الجينيتاليا طبعا، فحص الاعضاء التناسليه من احد الفحوصات بتاعه الجهاز البولي. ابدا اسس الجاسترو انتستاين سيستم، الجهاز الهضمي، النيوتريشنال ستيتوس، العيان ده بياخد شكله واكل كويس، كان بياكل ايه قبل ما يجي، الابدومين، حاله البطن بتاعته، هل يا ترى بطنه ديستندد، ممكن يكون عيان مثلا بطنه ديستندد، الحاجات دي كلها، الباول ساوند، اوسكولتيت، الحاجات دي كلها طبعا من الحاجات اللي انا بيأسس منها الجهاز الهضمي، الامسز، العيان تشيك امس، العيان بيرجع ولا ما بيرجعش، الستول، الحاجات دي، ايفالويت الاوستوميز، الاوستوميز اللي هي مقصود بيها الاوستومي زي كولوستومي اللي هي الفتحات اللي هي الفرنشات اللي عندي بيبقى جاي بيها كولوستومي، الحاجات دي تبع تقييمات الجهاز الهضمي اللي انا ببدا اقيم بيها العيان. ايفن انا بأسس كمان اندوكراين اللي هي الغدد بتاعته، الاندوكراين سيستم، اللي بأسس كمان الاندوكراين سيستم، بأسس الهيماتولوجيك سيستم اللي هو حاله الدم بتاعته، الار بي سي، عدد كرات الدم الحمراء، الكواجيليشن، عوامل التجلط، عشان مثلا لو عين عنده انيميا او هيموجلوبين ناقص ابدا ادي دم، كواجيليشن لو عنده عوامل التجلط قليله يبقى العين ده معرض انه ينزف، وايت بلس سيل، كرات الدم البيضاء عشان اعرف هو في حاله سيبسس ولا لا. بعد كده في اسسمنت، بعد ابدا
اسس كمان الديفنس ميكانيزم ان انا مقصود بيها ان انا اسس الجهاز المناعي بتاع العيان، هل العيان ده مناعته كويسه ولا لا من خلال اختبارات معينه، حاله الجلد بتاعه جلده كويس، ابدا اسس سايكولوجيك العيان ده بيعاني من امراض نفسيه ولا لا عشان ابدا ان انا اخد حذري وانا بتعامل معاه. الكوميونيكيشن بري ايلنس كوميونيكيشن ميثودز، هل هو قبل ما يتعب كنت انتوا بتتكلموا معاه ازاي، قبل ما يتعب كان ايه وسائل الكوميونيكيشن بينه وبين الناس، دي مهمه جدا عشان هبدا اتعامل مع العيان ده بعد كده لما يفوق عشان ما اقصرش. الانكزايتي او الاستريس، هل العيان ده في حاله انكزايتي، في حاله هياج، في حاله ستريس، في حاله قلق، عشان ابدا ان انا اتعامل لو كان محتاج لحاجات سيداتيف او حاجات انالجيسكس، برده دي من الحاجات اللي انا اللي بتساعدني في تقييم العيانين بتوعي. وبعد كده اخر حاجه الانجوينج اسسمنت. الانجوينج اسسمنت هو رابع اسسمنت ليا، خدنا اول ثلاثه البري ارايفل، وبعد كده الكويك تشيست، وبعد كده البري ارايفل، وبعد كده ادمشن، وبعد كده الكويك تشيست، اخر حاجه اللي هو الانجوينج. يعني ايه الانجوينج؟ انا ممكن مثلا في امتحان اجيب الانجوينج اسسمنت واقول لك ايه المقصود بيه. الانجوينج اسسمنت اللي هو ايدنتيفاي ذا نيو بروبلمز، حاجه جديده حصلت مش متوقعاها، زي ما قلت لحضرتك عيان قلب وبياخد ادويه قلب وماشي في سكه القلب، تاني يوم الله ده وظائف الكلى بدات تعلى. ده ازاي؟ ده هو عيان قلب وماشي في سكه القلب، ايه اللي خلى الكلى بتاعته تتعب؟ العيان الحمد لله ده كويس يا جماعه، احنا خلاص هنحوله الانترميديت، هنحوله الى الرعايه المتوسطه. يبقى هنا انا باي ايدنتيفاي النيو بروبلمز، الحاجات الجديده او التشينج او التغيرات من البيز لاين. بعمل امتى الانجوينج اسسمنت؟ بيفور اند افتر ترانسبورت، ابدا قبل ما انقل العيان. يعني مثلا انا هنقل العيان لقسم الاشعه عشان يعمل رنين او عشان يعمل اشعه، لازم اسسمنت العيان. لو حصل له ديتيريوريشن او مينتال ستيت، لو حصل تدهور في درجه الوعي، او لو انا هبدا ادي علاج تاني، يبقى الانجوينج اسسمنت اللي هو تقييم العيان في اوضاع معينه. الانجوينج اسسمنت ده ممكن مثلا يجي سؤال ايه هي وات ذا مينينج وات مينت باي انجوينج اسسمنت، وامتى اعمل انجوينج اسسمنت. وده جدول اللي هو بالنسبه انا بعمل ايه في الانجوينج اسسمنت، هاو تو دو الانجوينج اسسمنت، وهتلاقي نفس الكلام متكرر، النيرفس سيستم، الكارديوفاسكولار سيستم، برضو ان انا بيأسس كل اجهزه الجسم المختلفه، ومش بس هفوكس على الجهاز او على السيستم اللي العيان كان بيشتكي منه. كده يا جماعه الشابتر انتهى. شابتر كده يا جماعه شابتر 6 انتهى، وان شاء الله باذن الله في محاضره ثانيه هبقى اشرح شابتر 7. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك.